يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز استبدال المؤذن بآلة أذان مسجل عليها صوت الأذان كأذان المسجد الحرام أو غيره؟ هل يجوز استبدال المؤذن بآلة أذان قد سجل عليها صوت الأذان كأذان المسجد الحرام أو غيره، حيث إن هذا معمول به في الشركة؟ معمول إيه؟ معمول به في مقر شركتهم. في مقر الشركة عندهم. مقر الشركة. لا، هذا ما يكفي عن الأذان، لأن الأذان عبادة. الأذان عبادة ما يؤديها الشريط، إنما يؤديها المسلم ويقوم بها المسلم، فلا بد أن يؤدى الأذان في المكان الذي يصلى فيه، ولا يكفي الشريط. الشريط إنما هو صوت محبوس فقط، والأذان عبادة لا بد أن يؤديها مسلم يقوم بها، وفيها فضل عظيم. لكن إذا اتخذ الشريط منبها للأذان ودخول الوقت، بحيث إذا سمع يأتي المؤذن ويؤذن من باب التنبيه على دخول الوقت فقط، أما الاكتفاء به عن الأذان فهذا لا، هذا غير مشروع ولا يؤدي الغرض المطلوب. نعم. يقول وما حكم صلواتنا التي تمت على هذا الوضع؟ صلواتكم صحيحة إن شاء الله، لأن الأذان فرض كفاية، إذا أذن في البلد سقط الواجب وبقي المستحب، فأنتم تركتم مستحبا، صلاتكم صحيحة. نعم.